بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرس جاني تضبي طبناد كسب سنة الفقه الإسلامي. درس جاني وح كسب سنة هاي ودن عكلا مرك لا يجوا درس جل بعض الصلاة ده. ولي وحن كجرنا جوجل دي الصلاة ده أيام كجرنا. حالي وحن كسر هذا اللي أما درس إن كي كهري وحن كهذا اللي درجة ذا يمكان ذا أي صلاة دو إسلام ككل هذا هاي درس إن تدبي يتبنى ذو حن كهذا اللي نا حكم تارك الصلاة المفروضة صلاة هم فرض كا مكتوبة أنا اللي ده هذا شنت الصلاة ذو روحي كتجا محوية حكم كيسو علماء الإسلام كدمان تود وحا إجماعة أو هل عالم أو خلافي وسنجرين روحي صلاة تكن وايا أو كتغ صلاة جحودا بها وإنكارا لها سوردها يا صلاة واجبة معه أو إنكريا واجب نبت كصلاة جاحد بالينا قف كاسينو يا قف دين الإسلام كبنان كا خروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين تاس وامدة. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاد فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. هذا الكاس أنا أقرأه هذا وحنك أقرأنا يا كتاب كالإلى فقه السنة وشيخ سيد سابق صفحة ديسة بقول إيه طبعا بقول إيه كوب طبعا مركا قيبتو هروح دوضو هكا تاغن مجرتو روحي الى صلاة واجب ما هذا الساعة اسكا الى ويجران حون اسكا دا هيا انو حان اركين دا هيا خمردو حاران ما مركا دادك سيدا سوكالا ايه شريعة الاسلام كا اسكا انكرا يا كواسيغا دوضي كما تاغن روحي الى صلاة واجب ما أما روحي رميسان إن الصلاة واجب تهي فرض إن تهي إن إلهي أكله يهي توحيد كينا قري لكن تكن وايا قفك أسمحوا يهي حكم كيسو إنك حكم قفك حكم كيسة أحاديث صحيحة يا كسو أرورتي كدبنا وحانر كينا علماء إسلامكو أحاديث تاس سيدا أكل فهمين أحاديث تا كه الله يسروحي صلاة تكن وايا وحاكم إذا حديث كوباد حديث كأصبح النبي كورنا يا جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال رضي الله تعالى عنهما قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيد ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة ليس موسنا هانين بين العبد أدونك دحديسا أي وبين الكفر قال لماذا أو الشرك شرك شك من الراوي باليدا لبدا ميد باليدا لبدا دون واسكو ميدون وقال لما لبدا با إلا ترك الصلاة صلاة دو اللغة تغمهاني حديث كاس وحديث صحيحة وحاوري إمام مسلم أبو داود ترمذي نسائي بن ماجه أحمد انتاس ونم باوري سمر كهذا حديث سحديث الله يسكو ليسوي ديما إنه صحيح يهي مركا سسريحة هو النصة أيو كفر أقول المامة يا روحي تكن وايا حديث كاس حديث جابر ويه
وحجر حديث بريدة حديث كلا وليدا قال وحيد قال وحيد رسولك صلى الله عليه وسلم العهد أهدك الذي بيننا أنك أدح يدا يو بينهم ضدك بينهم ضدك ضدك يا أنك نبقى اسكه الله الصلاة وهي صلاة أنك دحيس صلاة أهدك نور دحيي أنك يددك وصلاة فمن تركها قفك صلاة تكون وعيو اسكه تكا فقد كفر كاسي وكفري حديث كاسنا اسنا صحيح سيدا أولي هي بداية المجتهد ونهاية المقتصد صفحة بقولي اللي هي طبنات وحولي هي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برك حديث كاس او انت سو امامنا اي وريان انت سو امامنا اي صحيح يا لنا سدا سوليه روحي تكون وايا فقد كفر حديث كله باجرا او عبد الله بن عمرو بن العاص والنبي كورينيو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسولك ذكر الصلاة يوما ما علم بو رسولك صلاة كهل ليبون صلاة أرمي هذا أيو كهل لي فقال وحور من قفك حافظ عليها صلاة إلالية تكذا وقت هذا كنت كذا شرويت هذا كنت كذا أركان هذا أردن رميسترا وصلاة حفظية كانت صلاة سوحيها تاله قف كاس حفظية نورا نور بيوها تا وبرهانا حجة الضوضة نوين نقطة ونجاة بدبادة نوينها تا يوم القيامة ما لنت قيامه شدة يبلاية تاغن يبدبادة وغن نقطة ومن قفك لم يحافظ عليها صلاة عن إلالين لم تكن له نورا نور أما هانيس ولا برهانا حجنا وما هانيس ولا نجاة بدبادنا وما هانيس وكان وحو هذا يوم القيامة ما لنت قيامنا مع قارون قال كي ويناء قارون معيس أيو هذا نكاس وفرعون يا فرعون وهامان وأبي بن خلف أئمة الكفر يلجري دونا قيامتنا رواه حديث كأوحى ورياء الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد رواية أحمد يمد الطبراني أو كبير أوسط ورجال أحمد ثقات مركا حديث كأسنا وحديث صحيحة الإمام ابن القيم ابن الجوزية حديث كاس شرح يوحي لتارك المحافظة على الصلاة قفكي صلاة حفظ وعية إما أن يشغله ماله وحد عضا إن وح صلاة كجاري ولدت كم وعية ناي هيد حوله أو ملكه الدولة نمت كيسي مدح نمديسي بقر نمديسي أو رئاسته مدح نمديسي أو تجارته كان عسقيسي فمن شغله عنها ماله قفك مالك كشغليه فهو مع قارون إلا قارون بمال كعام بحيه ومن شغله عنها ملكه بقرن مديسه فهو فرعون ومن شغله عنها رئاسته ووزارته قفك وزير نمو أي كمشغول سنة فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته نكي قنعسي وكمشغوليان فهو مع أبي بن خلف marka intaasi waxa weeye ahadiista waa badan yihiin waa la wadi karaa laakiin intaasi way inooga filan tahay
حديثته آد بيقول بدينه حديثته لما انتظ قفك تاريخ الصلاة كا كفرك كشي يجيس انت عمر كان لدهنه وحانو إيمانينا وحان أغرينينا كتابك لدهنه هذا المفصل المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية الدكتور عبد الكريم زيدان أولي هاي هذا نغري له أصو أروري أحاديث أكدب علماء الإسلام كا حديث تأسده أكلا فسران وحاوي وحيدي فظاهر هذا الحديث الشريف أحاديث تنتظى عن صاح هذا اللي كصاح هذا اللي ظاهر كذا وحو شيغي أن تارك الصلاة قفك صلاة كتك تكاسلا وحسي وقتك يكفر إنه كفرنا يو أو يكون أهانا جزاؤه أبا الكيسون القتل الدل أهانا يو أرنت عيادة وهو أرنت عيادة ما قاله وحيد هذين جماعة من السلف كوح سلف هذه الأمة أيا كم ذا يا أرنت عيدي أو تكاسل كا قفك وقتك وحسي صلاة وقتك إنه الدين تكبح يو وهو أرنت عسي دي سلف كالإداء إلى أصحابتي مروي عن علي بن أبي طالب إمام علي ابن أبي طالب يا لقوري أرنت عينو يدي والإمام أحمد بن حنبل يا لقوري في إحدى الروايتين عنه لو لبر روايات أولي يا ميت كم ذا يوكش يا جاي إنه يهاي قف كعسم الدين تكبحية صلاة تكون واي وعبد الله بن المبارك إمام كلا عبد الله بن المبارك لدا وإسحاق بن راهوية وروى الترمذي إمام ترمذي وحو وريي في جامعه كتاب كيسا وحكو وري عن عبد الله بن الشفيق نلدا قال وحو لما كان ميسنهين أصحاب رسول الله رسولك إلهي أصحابتي سيرون كوي أرك شيئا وحو من الأعمال أعماشا اعتقاد كماها عقيدة ماها لكن أعماش تركه كتجتان كيس كفرا قال لما إنه يهاي إلا الصلاة صلاة دمهني صلاة ديو أركجرين انت أسوى حوية و سلف كي هره وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قامنا يو أئمة الهدانة وإمام أحمد كم يهاي ظاهر الحديث ظاهر الأحاديث يقاتين وقف كاسي كفر كان وحكم عنايين كفر حقيقي جاها كساري قفك إسلام لماذا وأنا لديلي أو حلود لي ردة أي لود لي وذهب إمام مالك والشافعي وجماهير السلف والخلف صدح لاس إمام أو إمام مالك يا شافعي لبضع إمام عن راهو يا السلف كسيدة أي أبدايهين سيدة يؤبدين هنا ولا ترين كرين والخلف يا علماء الدنبابة أن تارك الصلاة المكتوبة صلاة مكتوبة واجب كأ فرض كأ إشان تصلاة وتقف في كتجة تكاسلا وهسي وقتها لا جحود ديد مو أو سنديد دنين إن واجب تهاي وسنديد دنين لا يكفر إنه سنقالوا بين وسندين تكبحين بل يفسق قفك عسينو يهيمد فاسقة فإن تاب هذي وصوت وابد كيانا وصلى فيها ووقت الله قبتيت كذو وإلا وجب عليه القتل حدا إن لدي له أي واجب إيسا حدنا لو دي له كالزاني المحسن سيدي قفك زاني قاها إيها الدكور قور سيدي واحتجوا وحي قفصدين علماء داسي لعدم كفره كفرقي الله شاقي حديث كسو عروري إنو سنهين كفرقي كبحين إيه إسلامك ويؤدل الشدين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مركا وحان شركي أهين أردن
إلهي ودافيا نكو دونون أو دافع دور دون أو دافيا مركا دي صلاة دي ما دون ذلك أم بيكم بتاعي وحكالو إلهي وحلم دي هاي حديث كا والنبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم أي وريون متفق عليها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن مركا حديث كم عيني سوى حوى يقف كزاني قا مركو زيني سنيو زينادو كمان دا عيسى إساقو مؤمنة توقنا مركو وحادا يا إساقو مؤمنة مركا علماء دردن وحا يسكر رعسيهين زاني قا يسارق إنين قالو بين أو كبيرة دا أن لقو قالو بينين لكن waxa la ila markan oo kale taqliid arinta la adkaynaya marka taas un bay lambi tahay ayay idhaheen xadiiskaasna kalena way qabsadeen iyo xadiis kale oo qofkii maalinta qiyaama ilaahay la kulma isagoo la yushriku billahi shay'an ma aragtay jannadu gala xadiistaas iyagoo dalishanaya يا وحي ده هذين معها كفرجي دين تكبحين يما وحين كفسرنا حديثا وتأولوا على أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر عقوبة قال كلها أو كلا أيوم التيستي أو أن كفر تارك الصلاة واستحقاقه القتل ويا محمول على المستحل كي بنا يستي لترك الصلاة الصلاة كي بنا يستي يا لول جدا نويدهن حجر حديث نوران تكاسلا كما قيد وحديث وذا مطلقة صلاة قفي كتجا أم بالين مركا تكاسل مي وجدت جاي مسويه وجدت جاي ما رجتي جحود ما يكل شيء من مكساس يدهن كوا سنة وحويان وعلم كله وواوين أو أئمة أو خلف يسلف باله وحجر اتجاه صدحات أو هجامين يا الإمام الأعظم إمام أبو حنيفة وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة أنا وحقبع يو جماعة من الفقهاء يكوحك لأ أو فقهاء أو في الكوفة عراقيين والمزني صاحب الشافعي يا إمام كلو مزني لديه جري أو إمام الشافعي أي صاحب هايين وحي قبان إلى أن تارك الصلاة لا يكفر أو لا يكفر إن أن لكفر سينين ولا يقتل أن لندلين حجر لبدا قلوه رأي والدلي أي قبين دلك أم باكال الدوان وقالنا ردا لو دلي بيدا هايان قالنا حد با لو دلي مرك قليها نوحي ليهين لحتى لمد ليو بل يعزر ويحبس حتى يصلي وقال حرى يا حبسي قال لغو توري إلا أكتو كذو مرك حديثي كسا عرارتين وقواس علماء رأيقا إكالقبان يسيد حديث الله وضفصيري نواصيداس waxaan ku soo xatimaynaa meeshan hukumka taariikhu salaah hukumkiisa hadiisina waan sheegnay ku soo aroortay qayb kamida ikhtisaaran iyo waqti gaabsi umbaan inta ugu soo koobana maahana way ka badan yihiin dood dhex martay al-imam ash-shafi'i wal-imam ahmad ibn hanbal oo ku saabsan qofka salaada aan tukanin oo uga tagay waxsi muxuu yahay xukunkiisu dhakara subkiyu sheekh subki wuxuu sheegay fi tabaqati shafiiciya kitab leh tabaqati shafiiciya wuxuu ku sheegay wali waxaan aqrinaynaa kitabka fiqh sunnah boqol afar iyo toban safxadda ah munaadaratun fi taarik salaah dhakara subkiyu wuxuu sheegay fi tabaqati shafiiciya كتاب ليلة طبقات الشافعية وحو كشاقي
أن الشافعية إمام شافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما تناظرا إن الدودين دود علميات ما هين دا عديس سيدا نوكالي دود علميات نوال بو حق الرادين أيو دليل كي سنواتو في تارك الصلاة قفك الصلاة دا كتاك محو يحوكم كيسو دين تميو كبحي نسمايا أولي وكجرا. قال الشافعي وحجري يا أحمد أحمد إمام أحمد أتقول ما وحد دهي ساعة أود ليه دهي أود قبطاء إنه صلاة دكتها تارك الصلاة صلاة دكتها وحسي وقتها يكفر إنه قالوا بي الدين تبنك وضبحي. قال إمام أحمد وحجري نعمها. قال إمام الشافعي وحجري إذا كان كافرا هذه مركز سيدة عاد قبطه ويهاي ودين تيرنا كبحي وكفرقا هذه تكسو عروري ويهاي متكي دين تلو قبحي فبما يسلم محوكسو إسلامي إسلام كسو كسو قليا. قال إمام أحمد وحولي يقول وحولي يهاي لا إله إلا الله محمد رسول الله وسوء شهادنا. قال الشافعي وحولي فالرجل قفكاسي مستديم لهذا القول هذا الكاولي يهاي شهادتين كوقرية لم يتركه كما نتجن شهادتين كوقري مركب حلوة هي شهادة تماها شهادتين كما هي وصلاة دي هي. قال إمام أحمد وحول المركع يسلم وحو كو إسلام يا أو يسلم وحو مسلم كنا قلنا يا يسلم وحو كو إسلام يا بأن يصلي إنه تكذو. قال الشافعي وحيري صلاة الكافر لا تصح مر بعدو سندين تكجرون بنان كي هاي صلاة كان صح ميس صلاة ديس عن صح ميس وقف كافرة صلاة ديس عن صح ميس ولا يحكم له بالإسلام بها صلاة وتكذينا إسلام ما الله حكم معي مر بعدي وسنقفك وبنان كي جوا صلاة إسلامك. فسكت الإمام أحمد إمام أحمد مركز وعمصي رحمهم الله تعالى لبض وضبا الله نحرستو. مركا عرنتو ولي سداس اي علماء دو دحتا لا وحا سغن كفر دون كفر وحا لا يداهدو او كفر وين او قفك الدين تكساري يمدير كفر النعمة اما سدي قالكي او كالي يوكو حقن يهي وحاسا وحا لغو يقانو دينة اسلام كاي علماء ان اي كفا سيران ما ربتين نصوص تاكوصو عرورتا ان ارمها سوكالي لكن انتا صور دنبا وحا كآكبة اما اسكو فوق فوق صدي وحا ويهي قف لغو مرنسان يهي اسلام نمديس اسلام نمديس روح لغو مرنسان يهي أو مركا لأيغو ظاهر النصوصنا كفر كشاكتي وحاوية انقفكا سوحوية لماش مالها مركا روح إسلام بشاكاني روح مسلم بان أهيلي وأن تكنين ما دعي كرتو ما هي دعي كرتو ما حجر وحا لا يجيبا وإنتا كسي دران علماء ويجا صدح لها صدح هذا اتجاه وإنك سوى عرقني قال هذا نهيسا إنك نوانين دينتي كبحي هل الدلو واركوضو وعديه لكن قال هذا نهيسا دينتي أنا كما بحين وأنا للدلي مدى أنا لوقا من أولي ليه وارتكو صدح مع الموضة وكلاء أذيك بالروح إلى اللي قد دلو تكنواي إلى اللي قد دلو تكنواي قفكاس من رميسان يهي مسمايا يعني كسل ميا لغو تلمامي كاريا يعني إن دعا لغا فيريو نا إيانا وي مضان تاي بنا آدم كو نفتي سو جعل يهي وال إلا لغا أدي ليو ما تكنيسي ورتكال لغو ليه يهي أتسلا دي ديلك أتكبت بادي دي مرغاسو سن تكنين تقف كاسي من رميسان يهي إلا ماها إنو رميسان يهي
marka ee waxa weeyaan yani ruux lagu muransan yahay islaannimadiisa nusuustu sida ay daahirka ku tahayna islaannimadiisi gaalnimo ku tilmaamaysa waxay la tahay wax cudurdaar ah ee ma jiro qof walba waa inuu tukado ilaahay waxa mahadiisa ah ee annaga intaan noolayn anigu intaan noolaa haddaan anigu iska hadlo waxa weeyaan isbeddel weyn yaa waxaa ka jirta bulshada soomaalida waxaan garanayaa waqti dadka tukanayay ay aada u yaraayeen ardada markaan fiirino iyo dhallinyarada iyo dadka jaamacadaha dhiganaya iyo dugsiga sare inta dhiganaysa iyo ay naadir tahayba wax tukanaya dhif ilaa ay boqolkiiba shan noqdaan saasay ahayd aga annaga dugsi sare dhiganayna iyo jaamacadda iyo inta tukatana waa uun kuwii wadaadada ahaa iyo wax saasaana la dhihi jiray laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta u malayn maayo wax aan tukaninba inay joogaan wax aan tukanaynin inay maanta dalkan ku nool yihiin ama soomaalida xataa dibadaha jooga meel kasta waxa weeyaan wax kale iska daaya laban horta salaad waxa weeye dadka way tukadaan waa la qaatay salaadii ahamiyadeeda la ogaaday khatarta ka tegitaankeeda la ogaaday qofku in islaamnimadiisu khatar ku sugan tahay in islaamnimadiisii lagu muransan yahay muslim miyaa mise maya ma lagu muransan yahay lagu muransan yahay yaa meesha taagan axkaam badan baa ka dhalanaysa qofka hadduu uusan muslim ahayn oo maaragtay waxa weeyaan guurkiisa iyo caruurtuu dhali iyo waxaasoo idil baa dee yacni yaa halis galaya waxa weeye marka waxaa kale oo meeshan mudan oo xusid mudan intaynaan ka bixin salaada qadlaynteeda salaad hadday kaa tagto maa la qadlayn mise maya iyadana waxay ku salaysan tahay maxaa laga qabaa qofka aan tukanin ma muslim baa mise maya taa unbay ku salaysan tahay waa wax dhib yar weeye taas xukunkeedu sidaa darteed culimmada sayidaa imaam axmed dhahaya ninkan muslim maaha qadal lagama rabo muxuu ka qadayn muslimba ma ahayne haduu hadda uun soo islaamay oo wax dilo u waayey oo uu soo noqday uu tukaday salaad kale lagama rabo waxaa laga rabaa inuu sunnada badiyo inuu maxaanku idhaahdaa nawaafisha badiyo inuu cibaadada badiyo toobad keenay halkaas maahane salaadihii waagii ka tegay ma qadaynayo sidaasay qabaan sida imaam axmed iyo culimo badan iyo dadka qaba weeye itijaaha qaba inuu qofkaasi diinta ka baxay laakiin sida a'imada kale ee jumhuurta ah oo imaamu shaafici iyo maalik iyo abu xaniife iyo dadkaas wuu qadaynayaa bay leeyihiin maxaa jira dee diintii kama bixin ma gaaloobin kufri yukhrijun can ilmilla ma ahayn salaadii wuu qadaynayaa marka khilaafka qadaha ka jira isaguna waa halkaas ayuu ku salaysan yahay marka alxamdulilahi rabbil caalamiin salaadii way hirgashay dadku way tukadaan aada baa loo tukadaa waa la wada tukadaa waxaad hadda arkaysaa ruux waliba ha yaraada ha weynaada da' kasta rag iyo haween weliba waagii hore haweenku maba tukan jiray yacni haweenka tukadaay aada bay naadir u ahaan jireen laakiin hadda rag iyo haween sagiir iyo kabiir waa la wada tukadaa alxamdulilahi rabbil caalamiin taas waxa weeyaan fadliga ilaahay baa iska leh uma waxaa iska leh saxwada islaamiga guud ahaan caalamil islaami oo dhan ka kacday dalkeennuna ka mid yahay ayaa iska leh bacd allaahi taas ayaa ku leh marka waxa weeyaan uun waxaa la rabaa marka ruuxu salaah waan haynaa madaahirteedii waan haynaaye waxaa la rabaa ruuxdeedii iyo waxay ka tarjamaysay inay ka muuqato iyadana acmaasheenna kale iyo dhaqankeenna iyo suulukiyaadkeenna inay ka muuqato oo ina salaata tanha can ilfaxshaai waalmunkar yuu alla leeyahay wax allaala wixii shareecada ku xumoo dhan inay naga celiso oo salaada ruuxdeedii ay naga muuqato ayaa la rabaa marka qaybta koowaad ee darsiga ku saabsanaa xukmu taariki salaah intaas ayaan uga baxaynaa
والله سبحانه وتعالى أعلم.